نبدأ بإنبي. إنبي بيخلص دوري في المركز السادس. لما كنا بنشوف إنبي في بداية الموسم كلنا كده إعلاميين وجماهير ومتابعين بنقول إنبي هيبقى أول الهابطين في الدوري هذا الموسم، يخلص سادس بعد خمس فرق طوال جدا. ولما هنبص حتى على الإمكانيات بتاعت باقي الفرق اللي تحتيه ممكن يبقى إمكانيات أكبر، رغم كده إنبي عمل أداء عبقري جدا هذا الموسم. يعني الحمد لله قابلنا سوء توفيق في أول السنة، كان في برضه فترة إحلال وتجديد. أيوة. لعيبة جديدة صغيرة لسه داخلة، لعيبة جايالنا كتير، لعيبة مشيت برضه، احتاجنا وقت. جالنا كابتن أحمد كشري في أول سنة، وبعد كده كابتن طلعت يوسف، وجالنا في وقت مهم جدا بقى، يعني ما كانش ينفع يتأخر ماتش واحد حتى. كابتن تامر مصطفى. أنا بصراحة يعني الخطوة دي كانت مهمة جدا لينا، إن هو يبقى موجود، لم الفرقة، اشتغل معانا كويس جدا. وبصراحه احنا عندنا جيل محترم يقدر يخلي انبي في السنين الجايه في مكان احسن، وراهننا ان احنا نوصل لابعد نقطه. كنا نقدر نوصل اكتر من كده كمان لولا ماتش سموحه هو اللي عطلنا شويه، كنا ممكن نبقى مركز خامس. صحيح. بس الحمد لله يعني لابعد الطموح ما كناش نحلم ان احنا نبقى في المكان ده بعد البدايه الوحشه. بشكر طبعا الإدارة إن هي جابت كابتن تامر مصطفى في الوقت ده، وإن هي فضلت في ظهرنا ودعمتنا، والمهندس أيمن الشريعي طبعا، كابتن محمد إسماعيل، بشكر كل الناس دي طبعا، يعني وقف في ظهرنا جامد وجابت لنا جهاز فني محترم. إن شاء الله السنين الجاية نعمل حاجة إن شاء الله. هو بصراحة ميزة في نادي إنبي دايما بصراحة، من ساعة ما إنبي وصل للدوري الممتاز كل العاملين في إنبي دايما أشخاص محترمين، يعني كلهم بصراحة. يعني كابتن مروان انت حكايتك حكايه هنخش لها والقصه كلها، بس نفس السؤال للكابتن احمد عجوز، ليه انبي ظهر بالشكل الرائع ده الموسم ده، او تحديدا ما بعد يعني كم مباراه كده في بدايه الدوري ظهر بشكل رائع جدا؟ والله كريم، بص يعني هو كابتن كشري لما جه كان لسه الدوري لسه خلصان، الدوري بتاع السنه اللي فاتت، لعيبه زي ما العجوز قال لعيبه جديده ضمت علينا، كانت لعيبه لسه متصاعده، ولعيبه كبيره مهمه مشي، تفكر الناس بس بتتكلم في مصطفى شلبي وابوكا ومحمود جاد. يعني لعيبه مهمين مش غير الناس اللي النادي استغنى عنهم وكانوا في الملعب كانوا بيلعبوا يعني. فزي ما الكابتن احمد قال هي مرحله احلال وتجديد يعني. بس فكابتن كشري يعني ما لحقش ياخد وقته برضه، ما كانش موفق معانا. بعد كده لما كابتن طلعت يوسف جه، ما اعرفش برضه موضوع التوقيف برضه ما كانش كان مش معايا يعني. بس بعد كده كابتن تامر بقى جانا في وقت مناسب بصراحه، اللعيبه برده كانت خايفه من الموقف اللي احنا فيه طبعا، فاشتغلنا على نفسنا. والامور تحت السنه دي كمان اصعب من اي موسم. لا لا لا، كان اصعب سنه في السنين اللي فاتت طبعا طبعا، كله بيهبط يعني. والنقط قريبه جدا، لحد اخر ماتش كان خمس ست فرق بينافسوا على الهبوط، وانت تبقى جايب 36 نقطه ومش عارف هتقعد ولا لا، فرقم كبير يعني. كان في زي غزل المحله كان جايب 29 نقطة الدور الأول وهبت. صح. بس فكابتن تامر اشتغل معانا ودوسنا على نفسنا، والحمد لله يعني عدينا المرحلة اللي احنا كنا فيها. هايل. طيب كابتن أحمد، إيه المحطات الصعبة اللي مريتوا بيها في الموسم دوت، وإيه المحطات اللي قلت فيها خلاص لا احنا هنبقى في مكانة جيدة؟ من أول تلات أربع مباريات عدوا علينا في الموسم، الناس كلها رهنت على فشلنا. والناس كلها قالت إيه استاذ ايمن الشريعي بيعمله، وازاي يمشي ويجيب ويقعد. وهنا كان موقف اللعيبه، يعني اللعيبه الرجاله بتبان في المواقف الصعبه. كابتن تامر اول ما جه قال لنا انتوا عندكم حاجه، يعني انتوا لعيبه عندكم امكانيات جامده نقدر نعمل بيها حاجه. صدقنا يعني، احنا صدقنا واشتغلنا معاه وسبنا له نفسنا خالص. وقبلها انتوا طبعا كنتوا في مرحله شك، لا احنا مش فريق قوي، احنا ممكن يبقى عندنا عناصر مش كويسه، احنا ممكن ما نعرفش نكمل. هو جه قال لك لا انتوا كلكم جامدين، كلكم جامدين. وعارف انت كريم لما يكون في مثلث ناقص ضلع، كان هو كابتن تامر مصطفى ده الضلع اللي هو اللي ناقص في المثلث، اللي هو قدر يشتغل كويس، لاعبين عندهم حاجه، صح، مدير فني يعرف يسوق المنظومه دي. فلما جه كابتن تامر مصطفى حسينا ان احنا اكتملنا. احنا رحنا 10 ايام قبل اول ما جه كابتن تامر مصطفى، كسبنا ماتش سيراميكا ورحنا 10 ايام معسكر. الفترة دي أنا قبلها ما كنتش بلعب، يعني مع كابتن كشري ومع كابتن طلعت يوسف ما كنتش بلعب. العشر أيام دول كابتن تامر لخص لنا، عمل لنا ملخص فترة إعداد كده، رجعنا لعبنا بتاع حوالي 3-4 ماتشات ورا بعض مكسب.
فابتدينا لما ناخد مكسب ورا مكسب ورا مكسب رجعت لنا الثقه تاني، حسينا ان احنا فعلا الكابتن تامر ده مش بيضحك علينا، لا الكابتن تامر ده حس ان احنا عندنا حاجه وحطينا على التراك السليم، وخلاص بقى بقت منظومه، بقى كله بيحب بعض، كله بيشتغل جامد، كله عايز يلعب، كله عايز يفيد النادي، محدش بيبص لاي حاجه تانية غير ان نادي انبي يبقى في الحته اللي هو المفروض فيها. طيب ايه اللي اضافه الكابتن تامر مصطفى كابتن مروان؟ يعني ايه اللي اضافه في الفريق؟ احنا بنتكلم كابتن احمد كشري مدرب محترم، كابتن طلعت يوسف مدرب كبير، كابتن تامر عمل ايه مختلف؟ بص كابتن تامر في ميزه يعني مش موجوده في المدربين اللي انا اشتغلت معاهم، ان هو بيعامل اللعيبه اللي بتبقى بره السكور والدكه نفس المعامله اللي بيعامل بيها اللعيبه اللي بتلعب. المعامله بتبقى واحده، فاللعيب اللي بره بيبقى قلبه على اللعيب اللي بيلعب، صح، مش شايل منه بقى ومتضايق منه وانا احسن منه وانا عايز العب انا وهو بيلعب ليه. صحيح. فده اللي خلى ان اللعيبه كلها تحس بالموقف اللي احنا فيه، ومبقاش كل واحد يبص لمصلحته. لا كله ده هيلعب، ده هيلعب، مش مهم، مهم نكسب ونعدي المرحله اللي احنا فيها. فكابتن تامر اشتغل على الموضوع النفسيه ده اهم حاجه. وهو من اول يوم جه شغله التكتيكي بقى، يعني عملنا شغل التكتيك بتاعه من اول يوم. فاحنا زي ما العجوز قال، فتره العشرة ايام اللي هي كانت بين الدورين دي كانت اهم 10 ايام في السنه. كابتن تامر وقف معانا فيها وقال لنا انسوا كل اللي فات، يعني اكننا ابتدينا الدوري من جديد. والحمد لله من بدايه ماتش الزمالك واحنا سلسله الفوز عظيم، الحمد لله عظيم. عارف يا كريم ميزته ايه؟ ميزه كابتن تامر ايه الحقيقيه؟ ان هو مدرب واقعي. انا بلعب بالدوري المصري، معايا امكانيات معينه، هعمل بيها حاجه معينه. هو عامل مشروع، عامل خطته واقعي. يعني ما تجيش مثلا تقول انا هبقى جوارديولا في الدوري المصري. أيوة. وهنلعب التيكا تاكا وهنبتدي من تحت عليك. وهنعمل مش عارف ايه. وتبص تلاقي الجون وهو بيحضر راح الدخله فيه الجون 1-0، الماتش اتقلب، خسرت 4-0. لا هو واقعي. في حاجه معينه بنشتغل عليها واحنا بندافع، في حاجه معينه بنشتغل عليها واحنا بنهاجم، خلاص لقينا مميزاتنا هنشتغل عليها، لقينا عيوبنا بنبعد عنها. هو واقعي جدا، وديا مميز، يعني حاجه مميزه جدا فيه. وكمان حاجه مميزه جدا فيه ان هو معاه جهاز، يعني حاجه كده حلوه، يعني هو بصراحه تيم كامل، حاجه حلوه كده. انا اعرف كمان ان الكابتن تامر من المدربين المتطورين، الراجل اللي بيذاكر وبيشتغل بشكل علمي وبيشتغل. يعني كنا في ماتش كسبانين، مش عارف كسبانين الزمالك ولا كسبانين ايه، احنا قبل كده لما تعادلنا مع الزمالك كان في فرح. هو كان كسبان الزمالك، سابنا يومين وراح كان بياخد شهادة تدريب مع حد اجنبي في نادي وادي دجله، حاجه كده يعني. فاللي هو طول الوقت بيشتغل، طول الوقت بيقول لك ما تجيش اليوم بتاع التمرين ده تضيعه كده، انا رايح التمرين وخلاص. بس